كانت من الهندية العربية. الفيديوهات اليوم كيف حفظ الأصوات في تطبيق سناب شات بعد التحديث الجديد. قبل ما أبدأ الشرح لا تنسوا دعمكم بالاشتراك لايك وتفعيل زر الإشعارات حتى يوصلكم كل جديد. هذه الطريقة هاي تشبكة لأنه ما حفظ. سهم تابعي قناة بالهندية العربية. الفيديو مات اليوم. كيف حفظ الأصوات في تطبيق سناب شات بعد التحديث الجديد. قبل ما أبدأ. مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية. الفيديو مات اليوم كيف راح أغير الأصوات في تطبيق سناب شات بعد التحديث الجديد. قبل ما أبدأ الشرح لا تنسون دعمكم باشتراك ولايك وتفعلون زر الإشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي. مثل ما تعرفون تطبيق سناب شات يغير الأصوات، لكن بعد التحديث الأخير تغيرت مكان هذه الأصوات وين تقدر تحصلها. فأني كتبوا لي كثير متابعين وين راح نلقيها، فأني دورت لقيت لكم إياها موجودة بمكان. فأنا يمكن الوحيد اللي لقيتها خليني أشرح لكم إياها، أو ممكن ما منتبهين عليها البقية فخليني أشرح لكم إياها داخل التطبيق. أول شيء راح ندخل على تطبيق سناب شات والحساب مالتي. أول شيء راح أدخل على تطبيق سناب شات وهذا الحساب مالتي KHALD123525. بعد ما دخلت أروح أخذ فيديو عادي هنا للمنطقة مثل ما تشاهدون هسه. أنا داخذ فيديو كلش طبيعي كلش طبيعي. تأخذ هاي منطقتي اللي ما يعرفها، شوفوا هنا هذا الـ احنا في برلين الشرقية، وهنا طبعا البلدية تجي كل اسبوع. هذا شكو هنا الحديقة كلها يعني الشيء العالي تقصة الثيل نسميه، او الاشجار تقلمها وترشها ايضا وكلش. يعني هاي المنطقة الشرقية كلش حلوة طبعا جميلة جدا. طبعا لازم يكمل الفيديو حتى نقدر نعلمكم كيف راح تغير الأصوات، فلأنه اختلف التحديث فصار مكانها غير شكل. فهسه راح تشاهدون بعد ما ينتهي الفيديو وين راح تكون الأصوات بالمكان الجديد. وهاي المنطقة أيضا هناك طواحين الهواء اللي دا تشوفوها مثل ما تشاهدون هسه. انا داخذ فيديو كمل الفيديو كلش طبيعي. ارفع الشاشه الى الاعلى طبيعي. تاخذ هاي منطقتي اللي ما يعرفها، شوفوا هنا هذا احنا في برلين الشرقيه، وهنا طبعا مثل ما تشاهدون هسه انا داخذ فيديو كلش طبيعي كلش طبيعي. تاخذ هاي منطقتي اللي ما يعرفها، شوفوا هنا هذا الاحنا في الشرقية، وهنا طبعا البلدية تجي كل اسبوع. هذا شكو هنا الحديقة كلها يعني الشيء العالي مثل ما تشاهدون هسا. انا داخذ فيديو هذه الطريقة الوحيدة انه فقط بعد ما تصور تحول الشاشة هنا الى اليمين وراح تظهر الاصوات اللي شرحت لكم اياها. غير هذول الاصوات ما موجودة، وما انصح اي واحد يستعمل تطبيقات خارجية لانه ممكن حسابه ينحذف. فقط حبيت قبل ما انهي الفيديو فقط حبيت اشير الى انه هذا الفيديو اذا حسابك لا سامح الله على غفلة انقفل بشكل مؤقت بعض الاسباب، ففقط ادخل على هذا الفيديو حتى تعرف ايش تعمل. وتحياتي للجميع.